كله المستورد، بس جيب البضاعه انت وفوت، مش داعي صنع، مش داعي اجيب لك انا مواد اوليه بشجعك، لا ما في منها هيدي، كب هالدولارات برا. بهالفترة الأخيرة نزل شوي حجم سوق الدواء بين 1.6 مليار لمليار 900 مليون. المستوردين الموجودين لعبوا كتير على منطق إنه صناعة الدواء بلبنان منا منيحة، دايما يركزوا سياستهم إنه يحطموا هالقطاع، ما بدهم يتطور من 10 سنين، من 15 سنة. معظم الدول بتعمل حماية لمنتوجها المحلي لا سيما الدواء، هون لا ما في، بلبنان ما في أي حماية للأسف، مع إنه نحن من كنقابة مصانع أدوية حكينا كتير بموضوع التعامل بالمثل اللي بخلينا نصدر لعنده خليه يصدر لعنا. أهم عائق عنا هي لتطوير الصناعة هي القوانين، هي الدولة، الدولة الدولة يعني الدولة العالم المسؤولة اللي بتسهل لك حياتك، بتسهل لك بتسهل لك الانتاجية تبعيتك، والوجود الانفستمنت. هلا بس إيش الأزمة الكبيرة، هن ما عشو يتحملوا، صار دواهم كتير غالي ما فيهم يتحملوا، يعني طبيعيا انوجدنا، طبيعيا انطلبنا، يعني غصب عنهم فتنا. قبل الأزمة كنا نغطي تقريباً 20% من حاجة السوق، حالياً نغطي بحدود 35% من حاجة السوق. دعم ما أخذ معي الاعتبار أنه أنا بدي أدعم القصص الأساسية، الأدوية الأساسية، وأترك الأدوية المش أساسية اللي فيني أعملها استوردها أو صنعها لدعم أقل أو بلا دعم، تقدر ضل أدعم الدواء الأساسي. هاي كانت أول غلطة. جينا من الأساس لو هالدعم نعطى للصناعة أنه تعوا أعطوه، نجيب لكم نحنا مواد أولية مدعومة، تفضلوا نتجوا مدفعتهم الدعم المواد الأولية، كنا نحنا تطورنا وكنا طورنا مكاناتنا وكنا نحنا غطينا السوق بعد أكثر من هلأ. نعطى الدعم للاستيراد، وهلأ حاليا شو مشكلتنا مع الدعم اللي بقى من الدعم؟ انه وعدونا بيعطونا نحن المواد الاولية مدعومة على 70%، ونحن منروح منصنع ومنبيع الدواء على اساس سعره مدعوم. رحنا نحن جبنا هالمواد الاولية وقدمنا وراءنا على وزارة الصحة والمصرف المركزي، شو اجينا؟ صرنا سنة ونص ما قبضنا الفواتير. بس لأنت عارفين نستمر هيك نحن عم ننزف، لأنت عارفين رح نستمر هيك ما بعرف، هذا سؤال.